مساء الخير. تزاحمت عليه المواهب فشب على موهبته البكر، فنانا تشكيليا يحمل في ألوانه، شاعرا أو يبشر بفيلسوف. هو إنسان بكل معنى الكلمة، دقيق، متابع، بحثي، فنان لا يحده لون أو جهة أو لغة، ناضج المعرفة، مزدهر الوجدان. هو مثقف، إبداعي، استقصائي، مسكون بالقلق ويخاف أن يؤدي به الكشف إلى النهايات. هو منذ أن تعلم أن الكلمة في البدء الله، رسم بالماء أنهرا وسل من أضلع المساء امرأة ليست كالنساء، امرأة يشبه وجهها القصيدة ويشبه جسدها بيروت، امرأة يفهمها ولذلك يحبها وهي تحبه وتحاول أن تفهمه. ولدته أمه كما ولدتنا أمهاتنا، ولكن مدريد هي التي أكملت الولادة وأزالت عنه الشوائب كما يزيح الشاعر الغيوم عن وجه القمر ليصبح الضوء واضحا وناضجا. يقول أن العمر لا يكفيه لإنجاز لوحته، رغم أنه أنجز عددا لا يعد ولا يحصى من اللوحات المزدحمة بالألوان والخطوط والنصوص التي تقول كل ما يجب ألا يقال. الدنيا، الوطن، الضيعة، بيروت، هي قهوة الزجاج التي يعرفها بعضنا ويسمع بها بعضنا الآخر، شيء لا يبنيه ولا ينجزه إلا فنان مسكون باللون أو شاعر مشبع باللغة. هو كل ذلك، وهو يأخذ وقته ليحب قبل أن يرسم. إنه الفنان الدكتور حسن رومي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك وبهالمقدمة، بهالمقدمة اللي هي كمان لوحة تعبيرية من جمل وحروف ومعاني. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك أستاذ حسن. بالأول يعني نحن بنشكرك اليوم عندك بالأتوليه، المكان اللي بتختلف فيه بعيد عن كل الناس، المكان اللي بتقضي فيه أكتر وقت ممكن من 9 الصبح للمساء، للسبعة المساء. هالاندماج وهل إذا بدنا نقول صرت بتحس حالك أنت وهالأتوليه شخص واحد؟ بالتأكيد، لأنه وقت اللي الإنسان بيمتزج بالمكان بشكله كائن آخر من قضية، إذا بدك تسميها من فكرة ومن تنفيذ. أنا بهالمكان أحياناً بحس حالي رسام، أحياناً بحس حالي لوحة، لوحة بكل معنى الكلمة. ولما بيجي وقت المغادرة ساعة 7 المساء، بصير بخلص الفنان من لوحته واللوحة من الفنان. هيك تقاسمت الزمان والمكان في قلب هذا المحترف. لوحات حولنا كلها بتحمل ألوان مملوءة بالحياة، مملوءة بالطبيعة، يعني بيغلب عليها الألوان الفاتحة. واليوم يمكن كمان لبسك والجرافات يعني منك فايت أبدا بالمود اللي رايح صوب السوداوية أو إذا بدنا نقول المأساة. حضرتك بتقول أنك مسكون بالقلق، دايما بتقول أنه عندك قلق، ولكن من خلال لوحاتك ما ببين هذا الشيء. كيف بتترجم؟ كيف تقدر تفصل بين تفكيرك وبين لوحاتك اللي كلها حياة وكلها ألوان؟ شوف، القلق مفترض على أنه ينشاف بعمق اللوحة، لأنه إذا بده القلق يبين هالقد ظاهرا باللوحة، اللوحة تخلت عن تسميتها الحقيقية كعمل تشكيلي إلى أن تصير ملصق أفيش ظاهري وسريع ومنعكس بسرعة على ذائقة الآخرين. بالتالي دائما لازم متلقي الفن يفوت إلى عمق اللوحة اللي موجودة قدامه ويسكنها إلى حد ما مثل ما سكنها الفنان أو مثل ما أراد أن يسكنها الفنان. فالثورة دائما موجودة عبر القلق اللي موجود فيه. أنا بعاني من قلقين، وربما من أكثر من قلق، لكن أهم أنواع القلق اللي بعيشها هي قلق الوجود، قلق وجودي كإنسان، ككائن يعني يحيا ويموت. والقلق الثاني هو قلق المعرفي، أنه أنا بدي أعبر هذا العمر
وما أعرف كل شيء كان لازم أني أعرفه، وهيدي مأساة بحد ذاتها، هيدي مأساة. وأنا بتشكل لي فعلا بعض الأحيان هيك عائق من عوائق خليني أسميها معرفتي اللي لازم تكون بالشيء اللي لازم تكون وما بصير. يعني في نوع من الحرمان، نوع من الانقطاع القسري على أنه زمن ما بيتح لي أني أشوف كل شيء وأعرف كل شيء، والمعرفة متعة. أكيد يعني اللي بيقول أنه بيعرف كل شيء بعتقد أنه بيكون وصل للنهاية، لأنه ما في حدا بيعرف كل شيء. أنت باحث دائم، دائماً في حالة بحث، عن شو بتبحث أكثر شيء؟ ببحث عن سبب إقامتي في هذه الحياة، لأنه كل شيء ممكن للإنسان بهالحياة يلاقي له معادلة ويلاقي له تصويب، إلا أنه هذا السر الغامض، أنه نحن جينا على هالحياة، جينا ليش وبأمر من مين ورايحين ليش ومقيمين ليش. هيدي هالمجموعة الليشات اللي هي شكلت الدهشة عبر كل الأنشطة الفكرية والفلسفية في التاريخ والفنية، هي هيدي اللي بتخليني أوقف أنا واتطلع وأقول يعني أما لهذا القلق أن ينتهي. أستاذ حسن، ولكن يعني هذا النوع من التفكير والتساؤلات كمان يمكن بتأدي إلى الإنسان للخوف، بتأدي ل في ناس بتأدي عندهم يمكن لتوقف عن أو الخوف من تكملة عملهم. يمكن أنت حضرتك رسام، في بعض لنفترض بالرسام يمكن يوقفوا ما يقدروا يكملوا لأنه مجموعة تساؤلات وجودية يعني بتخوف. لا، أنا بعتبر الأسئلة اللي بتتوجه من نفسي لنفسي إني أنا أكون دائما تلميذ حاضر لإكمال مسابقته وليس هاربا منها. يعني لأنه الهروب من مسؤولية الإجابة على الشيء والبحث في أسباب وجوده، هيدي بتتطلب وجود مش بس فنان وشاعر وأديب ورسام ومخترع وسياسي وكل هذه المهن اللي بتمت للعيش الوجودي بصلة. علينا دائما انه نحن نبحث في هذا الامر ونقدر نلاقي حلول، والفن هو وجه من اوجه الحلول وليست هي بذاتها. يعني والا كانت انقضت العمليه من عصر النهضه لغايه اليوم على القليله بالفن التشكيلي. استاذ حسن، من هو حسن جوني قبل 1970 وشو تغير فيك بعد 1970؟ انت اخترت 1970، يعني حسن جوني الطالب وحسن جوني الرسام. نعم. او خليني اسميها المعلم، لانه انا رجعت دغري للتعليم من الاكاديمي. انا فيني اقول لك انه انا ما زلت طالبا لغايه اليوم، يعني هالسبعين هاي ما إلها وجود بحياتي إلا بحالة وحدة بس، إنه هي مفصل بالحنين ما بين الإقامة بمدريد طالبا وما بيني أنا تاركا لمدريد ومقيما في بيروت تحديدا. إنما أنا طالب مستمر ولا زلت لغاية اليوم تارك أنا على يعني قدام عيني بالمحترف اللي أنا برسم فيه، تارك ورقة علاماتي بالماجستير بعدني ما شلتها، وتارك السمبول تبع الأكاديمية الملكية ما شلته. تسأليني ليش؟ بقلك حتى رقم 1970 اقدر اني انا امرق من تحته او امرق من فوقه، يعني اتسلل خارج وجود الرقم، لانه انا ما زلت طالبا. طالب شو؟ انا بعرف طالب شو. نحن بنسألك طالب شو؟ انا طالب الوصول للحقيقة النسبية، لأنه أنا ما فيني أوصل للحقيقة الكاملة، غيري جرب وراح وأنا ما بجرب المجرب أنا، لكن علي أني جرب وأعطي رأيي في الممكن من الإجابات. لهالسبب لوحتي وجه من وجوه لوحتي هي رأيي في هذا الوجود، لكنه رأي جزئي ونسبي وليس رأي كلي. أستاذ حسن، كنت عم تقول لا توصل لحقيقة نسبية. طيب الحقيقة النسبية عندك شو يعني شو مفهومة، شو بتفسر، مجموعة شو؟ شوفي، أنا بدي أعتبر أنه القلق هو إشكاليتي، هو قال مثل ما قلت لك قلق الوجود وقلق المعرفة، وهود القلقين هي يكفي وحدة منهم لتكون قاتلة لمن الإنسان بيعانيها وما بيقدر يوصل لها لحل. إنما
تحت ضغط يعني هذين القلقين، أنا بحاول إني أرسم مقاربة لحل يعني صورة هي تكون بالحد الأقرب للحقيقة اللي أنا عم ببحث عنها. لكن ما بخفي عنك ولا عن اللي عم بيسمعوني وعم بيشاهدوني هلأ إنه بس وقع لوحتي بشعر على إنه هذه اللوحة أصبحت من الماضي ورجع الامتحان من جديد للوحة جديدة يقدم لي الفراغ عبر يعني مسابقته، أي الفراغ بدي أقول يعني أي بياض اللوحة لحتى أرجع عاني فيه سؤال جديد. هيك القلق بتولد من قلق، وهيك الأيام عم تمرق ومش عارف. أنا بعرف أو أي يعني أول لوحة رسمتها، لكن أنا لا أدري آخر لوحة بدي أرسمها. إن شاء الله دائما بتضلك ترسم. أستاذ حسن بمدريد، أنت بتقول أنه ولدت هون ولكن مدريد هي اللي كونتك جسديا وفكريا، إلى أثر فيك، مأثرة فيك كتير، وأنت تخرجت يعني من جامعة درست فيها كمان أهم الفنانين التشكيليين. هلأ لما تكون بينك وبين حالك، شو أكتر شيء بتتذكره بمدريد؟ قديش ببين هالشي من خلال رسماتك ولا ما إلى أثر؟ في نسغ، في إكسير ذوقي أنا حملته من مدريد من أيام دراستي وما زال موجودا في داخلي لغاية اليوم، مثل أي فنان بيحمل دائما إكسير مش بس إلهامه وتأثره وتأثيره بعمله الفني. نعم. بتقولي لي أنه بمدريد، مدريد بعدي لغاية اليوم بتذكر فيها حسن جوني الباحث عن تكوين أو عن عمارة تشكيله الفني. نعم. تشكيله هو كإنسان، تشكيله كذائقة، تشكيله كرسام. سامعة؟ هيدا هو اللي أنا بذكره من حسن جوني. ولما برجع على مدريد زائرا تاني نهار، يعني تاني نهار بوصل، لأن النهار اللي بوصل فيه ما بإمكاني أني أنزل في التعب، لكن تاني نهار الساعة 9 صباحا لازم كون أنا زائرا في الأكاديمية الملكية، وهونيك بفتش يعني على حسن جوني اللي أنا تركته هونيك. أنا تارك على كل حال، تارك ظل لإلي هونيك، كل ما روح بتطلع على مدريد الحاضن وبتطلع عليه كأنه هو المحضون. في يعني بكلامك وأيضا بصوتك، غير أنك كلامك شاعر، في حنين غريب لمدريد، كأنك يمكن بينك وبين حالك بتقول يا ريتني بقيت بمدريد. لما تنحط قدامي اللوحة بيضاء هيك، بستعيد كل قدراتي الثقافية، كل قدراتي الفكرية، كل قدراتي الذهنية، سامعة، وبحطهم مثل ما بحط الإنسان حبة سكر بفنجان الشاي أو بفنجان القهوة، هود بحطهم بكبات الحنين، لأنه ليس سوى الحنين دافعاً للفنان، خاصة عم بيحكي عن حالي، بجوز غيري يكون حنين ولا غير شيء، بس ليس سوى الحنين باعث على الاستمرارية في الحياة. دكتور حسن بتقول محترفي ليس جزيرة لا تسمح لي بالتواصل مع العالم، ليه قلت هالجملة ولا أنت مقل أصلاً بالتواصل مع الآخرين؟ شوفي، أولاً ليس جزيرة لأنه أنا على تماس مع الإنسانية بوين ما كانت، بدءاً من الحيز اللي أنا عايش فيه، يعني بدءاً من الحيز الأسري وانتهاءً بهذه الأسرة اللي بسميها الوطن. نعم. في أسرة صغيرة وأسرة كبيرة، و تمددا الى انتمائي لهذه الاسره اللي اسمها الكون بحد ذاته. انا ماني بعيد، لا، انا على تماس، لكن نفس الوقت لا اسمح الا بقدر قليل جدا من انه حدا ياخذ من وقت اللوحه، لانه انا بعتبر انه خيانه اللوحه هي خيانه حضاره، هي خيانه مدنيه، هي خيانه فكر، هي خيانة المعرفة. وخيانة المعرفة أنا لا أسمح بأنه حدا يقتنص مني زمن آخر، زمن الآخر، يعني سهل له أنه هو يسرق من هذا الآخر زمنه الجميل. نعم. لشان هيك بعيش دائما على حدود التوازن بمن يعطى
ومن يجب أن لا يعطى. حضرتك لما تخلص اللوحة اللي بيكون يمكن طالبة منك حدا أو بمعرضك بدك تبيعها، كيف توصف لحظة انفصالك عن اللوحة؟ هيدا المشهد اللي ما بريد إنه حدا يصورني. نعم. يصورني كمنفعل بالوقت اللي هاي اللوحة بتعبر من المحترف، هيدا العتبة الباب، عتبة باب المحترف إلى الآخر، مع أحقية اقتناء المتذوق للوحتي، لأنه أنا بحترم كتير الإنسان اللي بيجي بيقول لي أنا هيدي اللوحة بريد إني اقتنيها لحتى تكون إحدى مرايا نفسك فيها. هذا شيء بيسعدني بالحياة، لكن ما يؤلمني إنه هيدي اللوحة لما ظهرت وحاملي أمرين، حاملي معرفة الكاملة اللي خلتني انجز هذه اللوحة تحت مظلتها، والأمر الثاني هذا الحنين الدائم والذي سيصبح حنين مجهول لإلها، لأنه لكل اللي طالبوا من المقادير أنه تزودني بكمية كبيرة من الحنين، بحيث أنه كل لوحة تظهر من هون تحمل جزء من الحنين اللي أنا بحمله للوحتي. مع كل قدوم معرض لإلك أو إقامة معرض لإلك، كيف بتكون فكرة أنك أو عنوان المعرض؟ قديش هذا الموضوع بياخد منك وقت؟ لأنه دايماً كل معرض بياخد عنوان وبياخد مواضيع أو موضوع معين. حضرتك بتشتغل على موضوع بكل لوحاتك ولا بكل لوحة بيكون في موضوع معين تحت مسمى واحد؟ شوفي، المسمى الواحد هي روح الفنان، بس المواضيع اللي بتتكون منها المعرض ممكن تكون موضوعات مختلفة. إنما اللي بيربط هذا المعرض، لوحات هذا المعرض، هو هذا الخيط اللي بنحطه بالمسبحة. الخيط اللي بنحطه بالمسبحة بيحمل مجموعة حبات، ربما تكون هذه الحبات متقاربة بالحجم ربما، أو ربما تكون مختلفة بالحجم، إنما منسجمة بالروح، تختلف بالموضوع وتنسجم بالروح. المهم بالمعرض أنه لما يفوت إنسان عليه يحس بمملكة الروح، بمملكة روح الفنان عندما يدخل تستقبله، ولما تظهر تودعه ويقول أنا دخلت على هذه الروح، ولما ظهرت من المعرض حملت جزء من روح هذا الفنان معي، ما حملت اللوحة، حملت الروح. طبعاً. قدي تحدي لإلك بيكون قبل كل معرض، وقدي بتحس دايماً أنه في شي مرة حسيت أنه هذا المعرض كان هو الأفضل أو الأروع، ولا مثل ما قلت دايماً أنه بعدك اللوحة أنت اللي ما أنجزتها؟ شوفي، كل لوحة عند توقيعها بشعر على أنه وصلت إلى لمحل خلص ما عاد ينضاف عليها شيء، لكن الإضافة المنتظرة رح تكون باللوحة التي تليها. هذه الإضافة المنتظرة بهذا المفهوم منقول على أنه ما في لوحة اكتملت، لكنها أكملت. لوحة أكملت ولم تكتمل من هالمنظور هذا، بهالمعادلة هذه، فيني أقول لك على أنه كل لوحة أنا عملتها بهالحياة، سواء كانت ضمن معرض أو هيك معروضة بحالة إفرادية أو بحالة مشاركة، هي عبارة عن أنا اللي موجود داخل هذه المساحة بكل أعماقها، بكل تلاوينها، بكل خطوطها، بكل الأحاسيس النابضة جواتها. نعم، أستاذ حسين، فينا نقول اللوحة ما اكتملت أكملت، تشبه الحقيقة النسبية؟ إيه طبعاً، لأنه ما في حقيقة مطلقة. لو في حقيقة مطلقة كانوا اللي سبقونا بهالحياة وضعوا حد، وضعوا نقطة على آخر السطر وقالوا لنا فتشوا على شغلتين يشتغلوها. لأنه الحقيقة لا يمكن حصرها والإجابة عليها بعمل واحد، وهيدي أهميتها وهيدي غناها، لأنه هيك تتيح لكل باحث عنها أنه هو يشوفها من خلال، مش من خلال وجدانه، من خلال كثافته الثقافية. دكتور حسن، رح نتوقف نحن وياك المشاهدين مع شهادة من أحد الأصدقاء، ومنرجع بعدها لنكمل خواب الكلام.
الفنان حسن جوني من البداية، من بداية حياته الفنية، تميز بصفات كتير خاصة بالحياة الفنية اللبنانية. هو صحيح من الفنانين الليل اللي راحوا على إسبانيا ليتخصصوا بالفن، الأكثرية الصحة كانت تروح إما على باريس أو على عواصم أوروبية تانية. بالفن الإسباني في عنده ميزة كتير اتفقت مع الفنان حسن جوني، هي الصفة الأدبية اللي بترافق الفنان التشكيلي. الصفة الأدبية مش إنه بحب الأدب، لا، اللي بيعطي موضوعاته التشكيلية، موضوعاته للرسم بيعطيها قيمة أدبية. يعني مثل لنقول الفنان اللي بيعطي لهالمشهد، لهالصورة معنى أدبي، بيصير في إله قيمة مرتين العمل. وهذا اللي تميز فيه الفنان حسن جوني، خاصة إنه وقت اللي رسم الجنوب ما كان عم يرسم فقط المنظر الجميل للجنوب، لكن إلى ناحية تانية الجنوب في عنده قضية. هالقضية هيدي هي اللي كان يعطيها بموهبة. طبعا ألوانه، أشكاله، هالعاطفية اللي كان يعملها كان تعطي هوية لهالمنظر. حسن جوني كشخصية، كفنان، إنسان آخر كمان عنده صفات مميزة مختلفة عن الفنان. هو باستمرار كان معلم، كان مربي، مربي صحيح علم الفنون، ولكن مربي إنه الفنان دائما لازم يكون عنده مواقف أخلاقية ومواقف وطنية، وهذا اللي اتميز فيه كمان حسن جوني. أخيرا اللي تميز فيه صفة جديدة كمان على الموضوع، إنه كان حسن جوني بيحب الشعر وبيحب الشعراء من بغداد إلى المغرب، وعنده قارئ للشعر عميق، قارئ للشعر الروحي الصوفي، وقارئ للشعر الوطني. أنا فيني إله وجه له رسالة، هو صديق وصديق عزيز، إنه الله يعطيه باستمرار القوة ويكملنا هالطريق. دكتور حسن، شفنا سوا يعني الناقد والرسام والشاعر سمير صايغ، حكي كتير حلو، وبعدين مثل كأنه واحد بيعرف واحد من عمر دارسك ومفصلك. قدي صداقتكم عمره؟ بكل شيء بدي أشكر الشاعر والفنان والناقد والصديق سمير صايغ. نعم. وقلت سمير حتى تدلل قديش أنا في بينه وبينه من وشائج القربة. أنا وسمير تعرفنا من زمن طويل، من أول أو تاني إطلالة لإلي أنا وبالفن بالمعارضي، طل سمير وشاف وإشع، ومن يومها صارت اللوحة هي مكان الإقامة لإلي وإلو. فلما هو بيحكي وبيقول عن اللوحة، عن لوحة حسن جوني وعن ميزات حسن جوني، أنا أولا يعني خليني أقول انبسط الأشياء بما فيه الكفاية، بحيث أنه اللي بدي يشوفني بيشوفني بمنتهى الصراحة ومنتهى الصدقية ومنتهى الوضوح. الأمر الثاني أنه خلف هذا الوضوح وخلف هذه الصراحة كمان بيتطلب من الآخر على أنه يدخل، يعتبرها هذه الصراحة هي مدخل للعمق. الأستاذ سمير صايغ قدر
قدر وبمحبي وبمودي وبمعرفي انه يدخل لهذا العالم اللي انا بشكله، ونفس الوقت حملني من ضمن التعريفات اللي هو عرفني فيها، ومش تعريف واحد، فمن من من ضمن هذه التعريفات اللي عرفني اياها حملني عبء جميل جدا، هو انه انا التزم بمحترفي وقت اكثر من هيك، لحتى اقدر اني انا كل ما رسمت لوحه قلت يا سمير استقرب وتعا شوفها وتعا شوف انت اللي بتنتظره مني من رسام، انت ربطتك فيه الايام من مطلع العمر ولغايه اليوم، وجميل جدا انه نبقى احياء لحتى نحن نذكر بعضنا ببعضنا مين نحن بالحياه. جميل كلامك. الشاعر اللي فيك قد ايه بيساعدك بالرسم ولا ما له دعوه هذا الموضوع؟ لا بلا، انا بعتبر انه الشعر هو في اساس المنطلقات الابداعيه، اذا بدنا نعتبر انه الشعر هو الخيال، هو الخيال الذي ينقذ الاشكال المبهمه من سديميه الداخل. راح افصلها اكثر، فسرها اكثر. دائما دائما بعمق كل مبدع في سديم، يعني في عالم مجهول، عالم غامض، عالم مبهم لكنه موجود، عالم مبهم لكنه موجود. الشعر هو الوسيلة الأولى اللي هي ممكن تكون وسيلة غوص لالتقاط هذا الشكل الهائم جوات السديم، لحتى نقدر نظهره على المخيلة، من المخيلة إما إلى الكلمة، إما إلى الحجر كنحات، إما إلى الرسم واللون كرسام، إما إلى المسرح كمسرحي، إما إلى اللحن إذا كان موسيقيا. الشعر بنظري أنا هو الرافعة الحقيقية لكل الفنون. دكتور حسن، أنت اخترت الرسم ولا الرسم اختارك؟ ولا شوف، يعني بالتكافل والتضامن جينا على الحياة. نعم. يعني أنا تكافلت أنه ما عاد في فرق بين فريق أول وفريق تاني. ليكي أنا بحس حالي أنا ماشي بالطريق وأنا وعايش. أنا لوحة عم بحكي، أنا رسم، لكن إلي صفة الإنسان اللي موجود، مخلوق، يعني المخلوق الكائن. وأحيانا بشعر على أنه أنا قدام اللوحة، قدام كائن آخر يتنفس وممكن الحوار معه، يعني في حال صراحة، يعني أنا في حالة التباس بين أن أكون أنا اللوحة بذاتها وأن أكون أنا صدى لوحتي أو تكون لوحتي صداي، فأنا وياها متفقين على هذه الأدوار وهيك عايشين. فلسفتك بالحياة وقراءاتك وتعمقك يعني مبين من خلال أجوبتك. قديش حالة الألوان، اختيارك للألوان بلوحاتك بتعطيك صعوبة للمشهدية، يعني بس لتختار مشهد بدك ترسمه لتبلش باللوحة، أصعب أنك تنقي المشهد ولا الألوان أصعب أنك تحطها بالمشهد؟ لا ليك، اتنيناتهم قلن ذات الصعوبة. الصعوبة الأولى أنه أقدر أنا اختار مما حولي مشهد أو موضوع أو حدث أني أخده وأقول أنه هذا الحدث منتزع من داخلي، لأنه أنا باخد المرئي اللي أنا بشوفه برده على هذا السديم الداخلي وبتركه يتفاعل بالمنطقة الغامضة في داخلي. الشاعرية بترجع بتخليني ولد هذا الموضوع. هلأ الألوان هي العاطفة المنبعثة من اللاوعي، لأنه لا قرار بالتلوين، في قرار بالرسم، لأنه الرسم هو رياضيات، بقصد الرسم هون التخطيط، هو رياضيات اللوحة. أما في حالة التلوين فبصدق مطلق بقول أنه أنا الذي أرسم بعقلي وألون بعاطفتي. نعم. دكتور حسن، ولدت يعني بمنطقة زق البلاط، أنت عائلة يمكن 8 أولاد، قديش عدد أفراد العائلة كمان والجو العائلي الكبير بأثر بنشأة الفنان، وجود الأهل حواليه، الاهتمام الزايد أو
لعدمه كمان بيولد من الشخص فنان. وبتذكر مره قلت لي انه انت اول مره يمكن عرفت انه 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 في رسم او حسيت بحالك انك فنان، شفت يمكن ربطه اقلام. ربطه اقلام نعم. شوفي انا ولدت بغرفي، يعني بغرفي، يعني بيتنا كله كان غرفي. رغم شغل انه اكيد الانسان بيولد بغرفه ما بيولد على الطريق. ولدت بغرفه، ولكن هذه غرفه كانت هي البيت الذي ضم 8 اشخاص، امي وابي ونحن 6 اولاد. هلا بما اني انا كنت البكر، انا ولدت اب، انا هيك ولدت، خلقت من بطن امي اب، انا الصبي الكبير. واحتكاكي كان وعيي المبكر بمعاناة أبي وبتعبه بنصبه وبهلاكه بالحياة بضناه، لأنه كان رجلا كادحا، وبأنه أمي كانت تحاول أن هي كمان تربينا على ما يربح هذا الإنسان يعني بالشكل اليومي. ربيت بوعي مبكر أنا، مما جعلني كائن مراقب أكثر ما هو كائن لاعب. أنا يعني ما بعرف اللعب مثل ما بيعرفوه الآخرين. قلت إنه أنت ما لعبت، أنت بلشت ترسم. لا ما لعبت، وكنت حس على إنه أنا بيني وبين رفقاتي في فجوة. صحيح نحن ملتقيين بالعمر كرفاق زمن، يعني إنه نحن فرد عمر، لكن كنا مختلفين بالتوجه. كنت فتش دائما على لغة تانية بالحياة اللي احكيها، لأنه ربما يمكن ما لقيت أنه اللغة الأولى كافية لحتى أقول فيها كل شيء. كان الرسم والتلوين هو اللغة، هي اللغة الحقيقية. رح نحكي أكثر عن هاي اللغة الحقيقية اللي عم تحكي عنها، ولكن رح نروح نحن وياك كل مشاهدين لفاصل إعلاني، ونرجع من بعدها مشاهدينا ونكمل خواب الكلام. عودة مشاهدينا لنكمل حلقتنا المميزة مع الفنان التشكيلي الدكتور حسن جوني. دكتور حسن، كنت عم تقول قبل الإعلام إنه ما كان عندك وسيلة تانية لتعبر فيها غير اللغة، غير الرسم. قديش الرسم ساعدك بتكوين حياتك؟ قدي أنت عطيته من قلبك؟ وقديش هو عطاك؟ وشو أول شيء رسمته؟ رسمت بالريش ولا رسمت بالقلم؟ لا، رسمت بالقلم. كنت هيك بعمر مبكر، يعني بذكر بالسبع سنين. يعني طبعا الانسان بيتذكر عبر الذاكره الفتيه هيك اعمار. جوز عمتي بفوت لعنا وجايب لي رزمه اقلام صغيره هيك، اقلام بتذكرها اقلام كوبيا من احمر وازرق واصفر، كان يستعملوها بالفرن اللي كان يشتغل فيه. حسيت فعلا انه قدم لي لغه، قدم لي ابجديه بابجديه كامله. اخذتها، فيني اقول اني انا ما نمت الليل، بدي يطلع النهار لحتى اقدر افصل هالابجديه هيدي لكلمات ولجمل. بتحس انه رسم لك طريق بهالهديه؟ لا، هو قدم لي سيارة لأعبر هذا الطريق، قدم لي السيارة لحتى أعبر الطريق موجودة، لكن هذه السيارة عبر هذه الإقلام لقيت فيها الوسيلة الأولى للتعبير. هلا شو قدمت لي اللوحة؟ شوفي، اللوحة جعلتني صافي مثلها، وغالباً إنه غالباً ما اللوحة بترتد علي مشان تصحح لي سلوكي. إذا أنا صار عندي شطط ما، بتطلع باللوحة بخجل من غلطي فبرجع. يعني كأن اللوحة أصبحت مبشر أو طوباوي أو نبي، دائما بدلني على طريق الصواب. هذا الشعر بلغتك، بتعبيرك وبأجوبتك. لا، لأنه هي ذوب الوجدان الحقيقي، والوجدان أنا عندي منه كاذب. بلوحاتك أكثر طبيعة،
الأشخاص الناس. ومثل ما بعرف انه انت ابن يعني المدرسه التعبيريه دائما بتقول هيك، شو اللي بيميزها عن باقي المدارس المدرسه التعبيريه؟ شوفي، كل تيار الفن التشكيلي وله محطاته، يعني له العناصر اللي بيتوقف عندها وبياخذ منها. في ناس راحوا للطبيعه رسموا الشجر والحجر، وفي ناس راحوا للتيارات الثانية، من التكعيبية، من سوريالية، من انطباعية، من مستقبلية، اللي بدك اياهم عبر الفن التشكيلي. أنا كل ما تذكرت وأنا مسكون بالإنسان، أولا لأني أنا إنسان، فلما برسم إنسان بكون عم كرم نفسي أو عم برفع لنفسي هذا الإنسان الذي أنا هو في اللوحة بكل قضايا، لأن أنا ماني مفصول عن الآلام اللي هي بتهز الكرامة البشرية من مطلع الخليقة لغاية اليوم، من أول مغدور اللي هو قايين القابيل اللي عملوا هالجريمة الأولى لغاية اليوم. أنا مسكون بهذا الهم، فدائما دائما بعتبر أنه وجود الإنسان باللوحة هو العنصر الفقري للحالة التعبيرية اللي أنا بريد أني أوضح من خلالها وأشير من خلالها وأعبر من خلالها وأشحن من خلالها هذا الانفعال الذي يرتبط به كل إنسان بيوقف قدام لوحة حسن جو. دكتور حسن، برأيك أنه كل مدرسة من مدارس الفن التشكيلي في ألوان خاصة فيها ولا مش لازم، يعني مش لازم نفصل؟ يعني هل المدرسة التعبيرية أكثر بتروح صوب الألوان الفاتحة، ألوان اللي خاصة بالطبيعة والحياة، أو يعني ما فينا نفوت بهذا الجدال؟ لا، شوف، الألوان هي عبارة عن عواطف موجودة غب الطلب. نعم. وعلى كل فنان بيختار منها اللغة ما يستريح له من حيث التعبير ومن حيث وسيلة التعاطي الجمالي بلوحته. إذن لا تلوين واحد، لا لون واحد يصبغ على كل المدارس الفنية في العالم. الألوان موجودة، وعلى الفنان أنه يغرف ويسقي، يغرف ويضيف. بدأت برسم الملامح والوجوه، هيدي يعني الاختيارات إلها خصة بالنفسية، إلها تفسيرات نفسية عندك بالفن التشكيلي، لذا الفنان أكثر رح صوب رسم العيون، صوب رسم الجسم، صوب رسم الطبيعة، أو كيف بتفسرها؟ شوف، الإنسان كله موجود بعينيه. الكائن البشري بالنسبة لي هو كائن مختصر بعينه. إذا بدك، أنا بعرف الإنسان، بعرف روح الإنسان من نظرته، وأنه كل إنسان هويته بوجهه مش هويته باسمه. هيدي هوية كاذبة اللي بنحملها وبنمشي فيها بالطرقات، أحيانا مزورة وأحيانا مغتصبة وأحيانا مهربة وأحيانا، إنما هويته الإنسان في بعينه. مشان هيك لما أنا برسم وجه بحاول اني امسك هذه الروح المتلاعبه في عيني الانسان، المتلاعبه اي المتموجه، لانه الروح بتطل وبترجع، بتطل وبترجع، يعني هي حاله زئبقيه من وجدان الانسان اللي بتطل من خلال عينيه. هلا الطبيعه، الاشارات بالايدين، الاشارات بالايدين الإشارات بالإيدين، ما الإيدين كمان هني بورتريه تانية، يعني هني حركة الأصابع بمفهوم علم النفس هي لغة. والأكثر من هيك هي ما يلاحظ عند البكم اللي بيحاولوا على إنهم إني يترجموا لغتهم، أو لغتهم هي بحد ذاتها بتوصل للآخر عبر حركات الأصابع، يعني عبر حركات الإيدين، وأنه يستعملوا المايسترو بيستعملهم للموسيقى ولقيادة الموسيقى ويخذ النوتة، والقاتل بيستعملهم الموسيقى. قد بتأثر فيك بالرسم؟
شوف الموسيقى بتشبه اللوحة، كلاهما من منبع واحد، كلاهما من منبع واحد، اثنيناتهم هن بيمسوا الروح لأنه ما في مجال لترجمتهم. الشعر يترجم، إنما الموسيقى لا تترجم، تعتمد على ترجمة أيضاً. الإنسان نعم. لذاته. واللوحة لا تترجم، تعتبر هي ترجمة خاصة لكل إنسان متلقي. الأمر الوحيد اللي أنا بيرافقني أنا وعم برسم هي الموسيقى، لأنه بحس على أنه داخل حاسة السمع بالموسيقى تختزن الموجات الوجدانية في التلوين. العمر اللي قضيته بالتعليم قديش أضاف لك بخلال لوحاتك، وأيضاً شو أكتر شيء كنت تعلمه لتلاميذك؟ اللي كنت أعلمه لتلاميذي الجدية في العمل، لأنه العمل الفني ما بيحتمل التزوير والزعبرة والنفاق والهيك الخفي. هذا منه لعب خفي، منه لعب سحر، منه ماجيك، هو ساحر عندما يكتمل، وليس ساحرا عن طريق الشعوذة والهيكي والهيدي ثلاث بسموها ثلاث حجار وما بعرف شو. كنت أستاذ صعب؟ كنت أستاذ كتير سهل، لأن كنت أتعاطى معهم بمنتهى البراءة والصدق. كنت أوضح لهم شو بدي منهم. اللي بلغ صدقيته اللي أنا أشرت له لإله فيها وصل، واللي ما وصل لأنه هو ما رايد يوصل أو ما عنده قدرة يوصل. شو رأيك بالحركة الفنية التشكيلية للشباب ببلش باللبنان؟ جيدة، حركة تشكيلية جيدة، والحركة التشكيلية هي لغة مقاومة، هي مقاومة لدنس السياسي، لأنه هي الثقافة المعتمد عليها في إنقاذ السياسي من أوحالها. منشان هيك أي عمل ثقافي، مش بس الرسم، مش بس الحركة التشكيلية، الحركة الشعرية والحركة التشكيلية والحركة المسرحية والحركة أنواع الثقافة الموسيقية، كل هذه الحركات أنا شخصيا معها. طبعا بتمر بذرة وبمنحدرات، لأنه هي كمان جزء من هذا التحسس الاجتماعي عم نمر فيه بهالمنطقة. لكن جيد، الحركة التشكيلية جيدة. الحركة التشكيلية بالعالم العربي، إذا بدك تصنف الفنانين التشكيليين بلا ما نسمي أسماء بالعالم العربي، ابتداء من العراق إلى سوريا إلى الخليج إلى لبنان، وين بتحس أنه الفن التشكيلي أخذ ذروته ونضوج عند الفنانين؟ ليك بالواقع إذا اطلعتي على الحركة التشكيلية في العالم العربي، لازم تعتبريها عبارة عن أوركسترا، كل يعزف بالمكان اللي هو فيه. هيدا الأوركسترا بنسميها دائما، بنعطيها عنوان السيمفونية. هيدا السيمفونية بيعزفها 70-80 عازف، وكل واحد منهم بيعزف على آلته. فنانين العالم العربي بنظري أنا هن مجموعة عازفين داخل هذه الأوركسترا، لا يميز فنان عن فنان، لأنه اختاروا المايسترو. مش ممكن يختار واحد هالك أو بالأحرى نصف موهوب أو ربع موهوب، لا، بده يختارهم كلهم موهوبين، وإلا لا تكتمل السيمفونية. بدون بس في مايسترو، يعني إذا ما نسمي بلد مايسترو. المايسترو هو هذا القلق الفردي، الجماعي الفردي، لأنه كل كائن عربي من المحيط إلى الخليج هو تحت هاجس واحد، القلق هو المايسترو. القلق العربي هو المايسترو الناظم لهذه الأوركسترا التي تعزف بمجموعة فنانين. لا فرق، المدرسة المغربية، المدرسة الجزائرية، التونسية، السودانية، المصرية، الفلسطينية، اللبنانية، العراقية، وأرجو أنه ما يكون نسيت شيء، كل بلد قدم عازفه، لأنه مجموعة فنانين عازفه باللون. إيه عازفه تشكيليا. إيه طبعا. دكتور حسن، قدي الأنا موجودة عندك وتبين بلوحاتك؟ الأنا هي مختصرة بالتوقيع اللي أنا بوقع فيه لوحتي. أنا لما بوقع بشهد على حالي، كون عم بشهد على حالي إنه هذا الأنا هو الأنا اللي موجود في اللوحة. الحب
حب والمرأة قديش بحياتك عامة وأيضا بلوحاتك حاضرة المرأة؟ كيف فيك ترجم الحب من خلال لوحاتك؟ هل بيستطيع الفنان التشكيلي أن يترجم الحب بلوحاته؟ ولا بتقول أنه الشاعر أكثر بيقدر يترجم الحب من خلال الكلمة؟ لا، ربما الشاعر أكثر طواعية، ربما الشعر أكثر طواعية في إبراز العواطف الإنسانية، لأن الشعر وصوله أسهل للآخرين وتوصيفه عبر الكلمة بيوصل للآخرين على مختلف قدراتهم الذهنية والثقافية والفكرية، بينما الرسم هو الأصعب، والمرأة حاضرة، لأن المرأة حاضرة في كل الفنون. يعني ما فيني استثني أنا أي كائن بهالحياة مبدع من وجود هذا الحب، الحب تحديدا والمحبة بوجهها الشامل. لأنه إذا بدي بتطلع على كبار الموسيقيين، بربط سيرتهم بنساء كانت موجودة بحياتهم، فنانين، شعراء، أدباء، شايفي دائما هنالك حب ما موجود في داخل كل إنسان منا، وإلا ما بيدخل الرسام لمحترفه ولا الشاعر بيكتب قصيدته، لأنه الحب، دافع الحب أو وهج الحب أو ظل الحب هو ظل الحياة في الأرض. دكتور حسن، رح نرجع نتوقف مرة تانية مع شهادة أيضا، وبنرجع من بعدها لنكمل مشاهدينا ما تبقى من خواب الكلام. لما نحكي عن الفنان حسن جوني نكون عم نحكي عن رائد مهم من رواد الحركة التشكيلية اللبنانية بالفعل. أهمية حسن جوني أنه بيجمع بين الفن والثقافة، وقلال الفنانين عنا اللي بيهتموا بالعمق الثقافي لفنهم. هو من النوع اللي فعلا بيعطي فنه أبعاد ثقافية، فكرية، فلسفية، وعي بالفن نفسه، حتى وعي بالنظريات الفنية. بينما في فنانين بتلاقيهم أنه بس عليهم أن يرسموا ويحطوا ألوان من دون هذه الأبعاد. هذه الأبعاد أنا رأيي أنه كتير ضرورية وكتير مهمة بشخصية حسن جوني، وهذه اللي بتخليه عنده هالقلق اللي موجود بلوحته وموجود حتى بشخصيته. ما في إبداع بدون قلق، فالقلق هذا موجود بالألوان نفسها، بالدرامية تبع الألوان اللي عنده، بالمواضيع اللي بيتناولها، لأنه مثل ما منشوف دائما لوحات له إلها علاقة بالحرب، بس مش الحرب هذه اللي طالعة على وجه اللوحة، الحرب اللي داخل اللوحة، الحرب اللي بالخلفية تبع الأشخاص. حتى يعني في شيء مهم عمله حسن جوني أنا برأيي، أنه بدل ما يرسم تعبيرية الحرب على وجوه الناس، رسمها أكثر على الأبنية تبع بيروت، فخلى بنايات بيروت وجوه عم تعبر عن الحرب، بنايات بتميل وبتنحني وبتتحرك ومبين عليها القلق. يعني البنايات نفسها قلقانه بحس الواحد بيهرب احيانا من حاله الحرب، خلينا نقول، او حاله الخوف اللي نحن عايشينها كلبنانيين خلال مراحل طويله، ليرسم الطبيعه. احيانا بيهرب لاحضان الطبيعه ليرسم ناس عشاء مثلا، ليرسم ناس حلوين، ليرسم، لا يقعد يتمتع بالألوان. حتى باللوحة اللي بيرسم فيها الحرب، هذه اللوحة مش خالية من المتعة، بيقدر الواحد يتمتع بالألوان نفسها. لذلك لوحة الحرب عنده يمكن نقدر نقول إنها ممكن تكون لوحة صالونية، والأهم من هيك الأعماق اللي موجودة بلوحة حسن جوني. ما في عمق واحد، ما في سطح واحد عند حسن جوني، في دائما أعماق، أبعاد. حتى يعني المساحة اللي عنده مكثفة بشكل أنه نقدر نقتطع من لوحته 5 سنتي مربع ونشوفها على مكبر، ونحس أنه هذه لوحة مستقلة بنفسها من كتر ما بيشتغل وبجدية عالية. فنان جدي إلى آخر الحدود، عنده حساسية باللون أهم بكتير من حساسية اللغة، بموسق اللون بيعزفوا
بتحسيه عم يعزفوا بهذه الحساسية فعلا المتفانية. أستاذ حسن دائما بننتظرك بمعرض جديد على طول وبترافقنا الدهشة. دكتور حسن شفنا سوا يعني الصحفي أحمد بازون وكتب عدد من مرات عنك بهالكلام اللي قال. أولا شكرا على هالكلمة اللطيفة، مثل ما هو كمان أنا لازم أشكر الأستاذ سمير على كلمته كمان، وقل له أنه ليس بالفن وحده يحيى الفنان. الفنان يجب أن يكون إنسان دائما عاملا على تركيز ثقافته وارتفاع ذهنيته، الارتفاع ذهنيته ورقي فكره، لأنه العمل أي عمل إبداعي إذا ما كان مشفوع بثقافة المبدع هو عمل تزييني ولا قيمة له. أكيد. الأستاذ أحمد دخل على بتشريح هيك دقيق للوحتي، وهذا التشريح أنا حقيقة وقت اللي بسمعهم بالآخرين بمشي وراهم لحتى أتلمسوا، مثل كأنه إنسان عم بيشكل لي دليلي على ذاتي، دليلي على اللي أنا عملته. وهذا الدليل دليلي الأستاذ أحمد هو خير دليل على تعريفي على مين أنا من خلال لوحات. أكيد منوجه له تحية للأستاذ أحمد بازون بصحيفة السفير. شو قتلت فيك الحرب أستاذ حسن؟ أو شو ولدت كمان عندك؟ خليكي على قتلت. شو قتلت وشو ولدت؟ شوفي الحرب قتلت بعض الأحلام اللي أنا كنت بحلم إنها تكون موجودة. قتلت فيي مثلا إمكانية وجود متحف خاص أو عام. هيدا شعور يائس وبائس بنفس الوقت. أنا عانيت من الحرب وأعاني وسأظل أعاني حتى وأنا تحت التراب. الحرب قتلت فيي هيدا الإحساس اللي كان نامي عندي، يرتفع عندي تمجيدا للإنسان أينما كان. جعلتني أشعر أنه أنا عدو لآخر ما بيعرفني وما بعرفه، وحاولت أن تخليني إنسان قاتل لآخر أنا ما بعرفه ولا بيعرفني. هذا الشعور هو شعور قاتل. والحرب هيدي أهم رسائلها المدنسي والحقيرة والمنحطة، إن قتل أحلامنا. تجعل من الحياة كابوس، مع العلم إنه الحياة هي مجموعة أحلام وليست مجموعة كوابيس. شو ولدت عندك؟ ولدت عندي المثابرة على إني حب الآخرين أكثر. أستاذ حسن رح نتوقف نحن وياك المشاهدين مع فاصل إعلاني أخير، ومن بعدها منكمل خواب الكلام. عودة مشاهدينا لنكمل حديثنا الممتع مع دكتور حسن جوني. دكتور حسن، ليش يعني ما بنشوف كتير مشاهد لمقاهي بيروت؟ ليش مش موجودة هالمشاهدية بلوحاتك؟ وبنعرف قديش بيروت غالية عليك، دايما بنشبهها بالمرأة يعني. مش لا، المقاهي أنا رسمت هذا الموضوع مرارا وتكرارا لأنه هو جزء عزيز من طفولتي. أنا ما بين زقاق البلاط المكان الذي ولدت به وراس النبع المدرسة اللي أنا درست فيها الكلية العاملية، كان لزاما علي أني أمرق كل يوم بقهوتي إزاز، وهول القهوتين علموني سر التجمع الإنساني. سر التجمع الإنساني من خلال هيك هل خليني سميها براءة المجتمع اللي أنا عشته بطفولتي. ولكن يعني يمكن بمعارضك الأخيرة رح تصب أكثر المشهدية. لا يعني هي كانت مرحلة، لكني أنا لا أكتم عليك إنه بين فترة وفترة بيرجعني الحنين للطفولة، فما بشوف منها إلا المقهى الشعبي أو قهوة الإزاز. بيروت شو بتعني لك؟ بيروت هي الـ الأم المهجورة. هلا شو بتشوفها كمان بهذا الوقت؟ الأم المهجورة
كتير تغيرت عن زمان بخيال الرسام حسن جوني؟ أنا لومة بحتفظ لإلها بداخلي بالصورة الأولى اللي أنا حبيتها فيها، لكن اعتبرت حالي أني أنا مقيم بمنفى. الموت كيف بتجسده بلوحاتك؟ تهرب منه بلوحاتك؟ مكافحة الموت بالكلام سهل كتير، أنه الإنسان يقول أنا ضد الموت وأنا وأنا. العمل في سبيل استمرار الحياة حتى ولو وقع الموت هو أن اللوحة يتنفس من خلالها فنانها وإلى الأبد. بتحس أنه دايماً بألوانك في تجدد، وأن أنت دايماً عم بتحب تكون بألوان الحياة، حتى لما ترسم يعني لوحة عن الموت أو تكون فيها الألوان الغامقة أو السواد، دايماً بتحط مشهد يمكن أحمر يمكن الألوان الفاتحة؟ ليش؟ هي النفس، اللون الأحمر أو اللون، هاي الألوان اللي بنسميها حارة بالمصطلحات اللونية، هي النفس الذي ما زال يختلج داخل هذه المساحة السوداء. مش من فترة بعيدة تكرمتوا مجموعة من الفنانين، قديش الفنان بينه وبين حاله بينبسط، وهل فعلا بينطر التكريم الفنان؟ التكريم ينتظر الفنان وليس الفنان منتظر للتكريم. حسن جوني هيك بيقول، ولكن فنانين، في فنانين بتنتظر التكريم؟ خليها ناطر. بس ما بتعتقد انه هيدا بتكون يعني تكريم لشخصهم لفنهم لابداعاتهم؟ بتحس انه برايك الفنان بحاجه لهيدا النوع من الاحتفاليه؟ شوف، بعض الاحيان الاورجاي، يعني خلينا نسميه كبرياء الفنان، كبرياء كشوفة حال الفنان، بترضيه انه ينقل له انه تفضل استلم هذا الدرع أو هذا التقدير أو هذه المكافأة أو. لكن علي دائما أنه يقول أنه هذا التكريم هو دافع وحافز لأني أنا أعمل أكثر مما فعلت وإني أشتغل أكثر مما اشتغلت. ما يعتبر أنه هذا نهاية الطريق وهذا هو التقاعد اللي كان ناظره من مجتمع وبيئته. اللوحة اللي ما رسمتها بعد شو ممكن تكون؟ لو فيني أعرف ما وراء الأكمة كنت قلت لك، بس اللي قدامي هلأ دائما بعتبر إنه هذه اللوحة اللي أنا عم برسمها هي آخر لوحة عندي. هذا الاعتبار. شو يلي المشهدية اللي بعد ما رسمتها؟ ماني عارفها. لما تتذكر لوحاتك وتشوف عندك بالأتولية كل هاللوحات حواليك اللي رسمتها من قبل والجديد عندك، بتشوف انه في شيء ناقص ما رسمته؟ دائما اللوحة هي المجهول اللي أنا بنتظره، والمجهول عندي هو معلوم، لكن الوقت بيظهر فيه ويصبح المجهول معلوما. رسامين العالميين اللي أخذوا شهرة كبيرة، بتحس أنه في فنانين أهم منهم ما أخذوا شهرة، أو في منهم اغتصبوا شهرة غيرهم؟ والله هذه كلمة اغتصبوا، هذا مصطلح بصح بتمام الحقيقة. نعم، هنالك إعلام سافل أوصل فنانين إلى رتب، وبقول عنه سافل لأنه عمر على بنيان الغير، على البنيان الإبداعي للغير، عمارة لا تستحق الوجود. نعم، هنالك فنانين اغتصبوا عبر إعلان مزيف وإعلام مزيف طاقات الغير وإكرام الغير من الفنانين وشهرة الغير. بما أنه من أنت وصغير من عمر 6 سنوات قلت أنه بلشت ترسم، فإذا ما فينا نعتبر أنه أنت تأثرت بالمدارس أو الرسامين العالميين، في عندك سابقة هي الطفولة والمشهدية، ولكن دايما يعني بكل رسام دايما في عنده ميول لحدا من المبدعين. لغاية الآن أنا بداخلي في متحف لكبار الفنانين اللي حبيتهم بهالحياة، وأنا بأنس فيهم. بتريد أعدل لك إياهم عبر التاريخ؟ إلي غريكو،
كارافاجيو، رامبرانت، غويا، سوتين، بيكاسو، دالي، سورويا، وهودي كل واحد منهم، كل واحد هودي ما رسموا مثل بعضهم البعض، كان كل واحد منهم شخصية، لكن مجموعة هذه الشخصيات موجودة بداخلي أنا كمتحف لإلهم. أنا وحيداً أدخل إلى هذا المتحف زائراً ومقبلاً جبينهم وأصابعهم، لأنه هن اللي بنوا هذه العمارة اللي بتشع حضارة وإبداع عبر التاريخ. لون اللي بتحب دايماً مش بس توقع فيه، بتحب بكل لوحة يكون موجود اللون الأحمر. ليش؟ لون الأحمر هو لون الحرية. معهم حق القدامى لما نجعله من اللون الأحمر هو لون الحياة، معهم حق. هو لون التفجر، التفجر الصادق. دكتور حسن، يعني وصلنا لختام حلقتنا، يمكن بدنا ساعات وساعات ما بنخلص معك، ولكن دائما تمنيات يمكن خاصة لك، حلم لهالبلد، حلم لهالناس، شو بتحب تقول؟ بدي اقول لك حلمي لهالناس. بلش فيك. بلش بحالي. يعملوا مثلي. انا انسان قادر اني اشوف الحقيقه كما هي بدون لبس وبدون اي غموض. لو كل انسان بيتلمس الحقيقه بذاته، مش يجي علي يمليها علي اخر مضلل. سامعه؟ لازم كل فرد من افراد هذا المجتمع او هذا الكون ينظر لحقيقه وجوده بطريقه صحيحه وصادقه، ساعتها بيعرف كيف يعيش داخل مملكة المحبة وليست الكراهية. نحن ببرنامجنا خواب الكلام سعدنا بوجودك معنا دكتور حسن رجوني، الفنان التشكيلي الرائع. شكرا لك. مشاهدينا، بتشكر متابعتكم الكريمة لنا، وأيضا بتشكر فريق العمل. نلتقى نحن وياكم بموعدنا الأسبوعي كل تنين 9:30 المساء مع ضيف ومبدع جديد من خواب الكلام. تحياتي.